طبعا العمال هم الشريحة هاي المهمة بالمجتمع، واللي هم لولاهم يعني حتى المجتمع ما راح يصير بصورة صحيحة. هم بعملهم وشغلاتهم اللي دي يسووها فلهم فائدة كلش كبيرة، فبهذا يومهم احنا نهنيهم بهذا اليوم اللي هو يوم احنا من وعينا للدنيا هو موجود، هذا عيد العمال العالمي وهو عيد لكل العمال اللي بالعالم، فاحنا نهني عمال العراق بصورة خاصة وعمال العالم وبصورة عامة. والله أنا أهني الشعب العراقي وأهني جميع العمال وأهني طبعا أنفسنا احنا، لأنه احنا كنا شريحة العمال. إن شاء الله الكل بخير وسلامة والشعب العراقي بألف خير وسلامة إن شاء الله يا ربي. كل عام والعمال بألف خير والشعب العراقي بألف خير، وهي أهم شريحة موجودة بالمجتمع، فكل عام وهم بألف خير. أحب أقولهم كل عام بخير صحة وسلامة، وأحب أهنيهم على الجهد اللي يبذلونه لنا، وإن شاء الله كل عام بخير. والله أحب أهني كل العمال بكل المجالات، من العامل اللي يطلع من الصبح ويرجع لليل على خبزته، أحب أهني المهندسين والأطباء والضباط، كل عامل نوجد بهذا البلد هو يشرف، ويعني نحب نهنيهم لأن هم تعبوا بهذا البلد، ولو مو هم ما وصلنا هالبلد بهالتطور هذا. أحب أهنيهم وأحب أهني حتى عوائلهم، لأن هم وراء أساس هذا التعب اللي بنوا واجتهدوا اللي وصلت لهاي المكانات، البناء البلد كله لأجلهم. أحب أهنيهم يا ربي، وإن شاء الله الله يطول بأعمارهم ونشوف الإعمار من أحلى الأحلى. طبعا نحب نقول من خلال شاشتكم كل عام والعمال بالعالم كله بألف خير، وإن شاء الله ينعاد عليهم بالصحة والسلامة. طبعا هاي طبقة من أهم طبقات المجتمع اللي من خلالها طبعا ينبني البلد وينبني كل الأوطان من خلالها، فنحب نهنئهم بهاي المناسبة والله يحفظهم إن شاء الله ويبعد عنهم الخطورة اللي صار وياهم بالشغل. كل عام وهم بألف خير وسنة سعيدة عليهم إن شاء الله، يستحقون يعني ما أعرف شو أقول لك، يعني شو أعبر لك عنهم، يعني هم لو ما هم احنا ما يمشي العمل بمناسبة حلول عيد العمال العالمي 1 من آيار لعام 2024 نتقدم بأطيب التهاني والتبريكات للطبقة العاملة في العراق، ونتمنى لهم الخير. أيامهم سعيدة وكل عام وهم بخير وصحة وسلامة إن شاء الله، وأتمنى لهم حياة سعيدة، ويعني هم نسبة مهمة بالمجتمع، وصحيح هم طبقة ضعيفة بس يعني هم أشياء أي أساس المجتمع. نحب نهنئهم بهذا اليوم المميز لأن يتعبون ودائما يبذلون جهود من أجلنا. أقدر أقول كل عام هم بخير إن شاء الله وصحة وسلامة وعلى عوائلهم، وينعاد عليهم دائما بالصحة والعافية.